مرحبا، حلقة جديدة من انفوكس انطلقت هلأ. أهلا وسهلا فيك بسيو روجيه زكار، عطول موجود معنا. كيفك جايل؟ اليوم رح نحكي عن الترافل انشورنس. هلأ بهالظروف يلي عم نمر فيها، بعتقد هيدا واحدة من أهم التأمين يلي لازم إنه نقوم فيها. مزبوط. خبرنا شوي، خاصة هلأ كل حدا بدو يسافر ضروري يكون عم يعمل التأمين، وإذا حابب يستفيد ويوفر بيقدر يعملها من خلال كومن أبليكيشن. مزبوط. نحن اليوم بوضع يلي فيه بلبنان شيء اسمه كابيتال كنترول، يعني واحد ما في حق يطهر مصرياته. وكلنا بنعرف انه الكريدت كارد صار فيه يصرف 100 او 200 دولار بالجمعه. نحن عم نقول لكل العالم خدوا تأمين سفر، لانه شو ما صار اي حاله صارت معكم انتم مسافرين برا، على القليل عندكم تأمين سفر، شركه التأمين تدفع وين ما كنتوا بالعالم. يعني كسر اجره، فات على المستشفى، فات طوارئ، بتغطي كافه انحاء العالم. شو ما كان في طارئ بكافه انحاء العالم مغطيه، ومغطيه بنظام الدايركت بيلينج، يعني شركه التامين تدفع دغري للمستشفى. لانه اليوم اذا حال حدا هلا مسافر صار معه اي عارض، انا اكيد اذا طلع عليه 2000 او 3 او 4000 دولار كروتو بحيقدوا وبحيمشوا. هلا كمان بدنا نرجع نطمن المشاهدين ونقول لهم انه الدولار على 1517 على كومن ابلكيشن. مزبوط. نحن الدولار على السعر الرسمي، وفي كتير عالم عندها هذا الهجس انه قد ايه سعر الدولار. نحن في يدفع يا بالليره اللبنانيه بالكريدت كارد تبعيته يا بالدولار، الاثنين العملتين مقبولين على الابلكيشن. مسيو روجيه، لفت نظري السعر، يعني 5 دولار و7 دولار سعر جدا جدا مدروس. بدي احكي انا هيك شوي عن تجربه صارت معي. كنت عم اقدم على الفيزا ودفعت فواديس، هيدا قبل ما اتعرف على كومن ابلكيشن. قد ايه مهم ندوي على هيدا الشيء، انه الشخص بس يعرف حاله بده يسافر او بده يقدم على الفيزا يكون محصن حاله اوريدي شير الانشورنس. ما هو مثل ما صار معك بالضبط، يلي عم بيصير بيكون عم حضر ملفه، بس دايما بيقولوا له في ناقص التأمين، والتأمين يلي حقه على الابليكيشن هيدا السعر اكيد بدون حطه ربحهم. بس انه فواديس الربح حسب مين عم بيبيعه، او انتم الربح قليل عم بيكون عندكم حسب مين عم بيبيعه. فكتير مهم نضوي انه نحن بوليسة السفر تبعيتنا ارخص بوليسة سفر واحسن بوليسة سفر بلبنان، ولازم يعملها قبل ما يروح. يعني هن وقت ما يروح مثلا مجبورة تكون بالملف، وقت بيروح بيقدم لحالة فيزا شنغان أو غير سفرات، بس بذات الوقت اليوم بهول الظروف لازم يكون عنده بوليسة تأمين سفر وين ما كان سافر. في يعملها هو وعم بيقدم على الفيزا قبل بخمس دقايق. مزبوط، مثل ما بنشوف بالدعاية. وطريقتها ولا أهين من هيك، يعني بيفوت على التليفون. نحن دايما بنفرجي ونحب نفرجي ليعرف الزبون عدي هيني، يعني بنفوت على التليفون تأمين السفر، بنقي تأمين السفر، كل شيء لازم يعمله هو، بنقي عمره بأي خانة هو، إذا رايح أمريكا أو مش رايح أمريكا، لأنه أكيد بيختلف شوي السعر. هون رايح أمريكا كم يوم وكم عدد الأيام، وكل شيء اللي بده يعمله هلا إنه يعبي معلوماته رقم الباسبور متين بتبلش السفرة، وبيشتري بوليسة التأمين. سهلة الاستعمال أكيد. سهلة كتير. شكرا لك استاذ روجيه زكار، وشكرا لكل يلي عم بيتابعونا. منلاقيكم على طول بحلقات جديده تنحكي اكثر عن تفاصيل تامين مختلفه، وبشوفكن. كمرة صرنا احنا جايين هون هولي مثل هون. ايه هاي صورتين شمسيتين كمان ما عندي اياها. يمكن شو بكي بتبقبش بهالوراق، ناقصين اوراق؟ عندي انشورنس. روقي طولي بالك، نفسي. شو روقي طيارتي بعد جمعتين؟ شو روقي؟ نفسي. معك تليفون، معك انشورنس. كيف يعني؟ في ابلكيشن اسمه كومن، كبسه زر بصير عندك البوليس، بدك تعبي بس الانفو عني، خلص صار عندك ترافل انشورنس. هي لوين راكده؟ صار معي الانشورنس. ايه، واذا كومن التامين ببساطه الان.